هذا هو الفصل الأخير من نمذجة الصالة الفولاذية. في هذا الفيديو سنتطرق لأنواع مختلفة من العقد والمساند ونكمل نموذج التحليل الإنشائي. أولا سنتعرف على أنواع العقد المختلفة. توجد قائمة بجميع أنواع العقد المتاحة بالنقر المزدوج على العقدة. في منطقة الفئات يمكنك تغيير نوع العقدة الموافقة. بالإضافة إلى قياس وعلى عنصر، هناك خيار لتعيين العقد بين نقطتين أو بين عقدتين. هذه الوظائف مفيدة عندما نريد إضافة عقدة بسرعة في موقع معين بين نقطتين محددتين. تشير العقدة على خط بشكل أساسي إلى السطوح وتسمح بإدخال العقد على الخطوط مثل حواف الصفيحة. في الخيارات يمكنك إضافة مساند وضبط شبكة FE للعقدة المحددة عن طريق تحديد الخيارات المقابلة وتعريف الخصائص في النافذة الجديدة. نغلق صندوق الحوار تحرير العقدة ونضيف المساند للصالة الفولاذية. للقيام بذلك نضغط على تخصيص مساند للعقد. هنا يمكننا إدخال العقد يدويا في منطقة رقم العقدة أو النقر على الرمز يمين النموذج الإنشائي. يمكنك العثور على قائمة بالمساند العقدية المستخدمة والصورة لنوع المسند المحدد حاليا على اليمين. يمكننا استخدام الرمز مع النجمة الصفراء لإنشاء مسند عقدي جديد. مربع الحوار هذا مصمم بشكل مشابه لجميع مربعات الحوار لإنشاء عناصر جديدة في ARFM. قائمة المساند العقدية على اليسار، الخصائص والخيارات الإضافية في المنتصف، وعرض التعليمات أو الصورة على اليمين. في منطقة شروط الاستناد، يمكنك العثور على وصول سريع لأنواع المساند المختلفة والقوائم غير الخطية. ملاحظة: المساند اللاخطية تختلف في اللون عن المساند الخطية. سنخصص مساند متمفصلة للصالة الفولاذية. تم إضافتها مسبقا للقائمة على اليسار، لذلك لن نعرف مساند عقدية جديدة. نغلق النافذة ونختار متمفصل من القائمة. ندور الصالة بحيث يمكننا ببساطة إنشاء نافذة اختيار على جميع قواعد الأعمدة. بالنقر بزر الماوس الأيمن على أي مسند عقدي، يمكننا ضبط حجم العرض لجميع المساند العقدية باستخدام الشريط في القائمة المختصرة. الآن، انتهينا من نمذجة صالتنا ثلاثية الأبعاد. بعد ذلك، سأوضح كيفية استخدام طرق الإظهار للعمل بكفاءة في ARFM. في متصفح الإظهار، يمكننا عرض وإخفاء العناصر المطلوبة في نموذج التحليل الإنشائي. هذا يسهل العمل في النماذج الكبيرة. لذلك نوسع العناصر حسب المقطع في منطقة الإظهارات. يمكننا عرض المقاطع المطلوبة وإخفاء جميع المقاطع الأخرى. بالنقر بزر الماوس الأيمن في نافذة العمل، يمكننا إخفاء العناصر الموجودة في الخلفية تماماً. بذلك يمكننا تحديد العناصر المطلوبة، تعديلها أو حذفها في نفس الوقت. يمكننا عرض النموذج بالكامل مرة أخرى عن طريق إلغاء التفعيل. تعلمنا كيفية نمذجة منشأ كامل في ARFM 6. أعيد الخطوات الفردية مرة أخرى لتحقيق أفضل مردود. الفيديو التالي سيكون لحالات التحميل والتصميم. إلى اللقاء.